السلام عليكم، أنا دكتور محمد الرقب، أخصائي النساء والولادة، حاليا نازح في رفح. حاليا نعمل في نقطة طبية لمساعدة ومتابعة مساعدة النساء ومتابعة الحوامل. زي ما حضراتكم شايفين، هي يعني الاسم الزوج الشخصي من فاعلين خير، طبعا جزاهم الله خير. وفرنا أقل الإمكانيات، كرسي وطاولة زي ما شفت، وسماعة، جهاز ضغط، وسرير، وجهاز الألتراساوند. يعني احنا بنحاول بأبسط الامكانيات هذه انه نقدم خدمه فعلاً لنساء الحوامل. نسائنا هي اهم شريحه عندنا، الشريحه اللي هي تعتبر منتصف العمر، اللي هي بتكون حامل، يعني تحمل روحين مش روح واحد. اهم فئه عندنا وهي معرضه للاذيه، يعني معرضه للاذيه بشكل سريع جدا لا سمح الله. فاحنا طبعا انت حضراتكم شايفين ابسط الامكانيات، سرير، فرشه، ومخده، طبعا كله جهود شخصيه، وعبر فاعلين خير وفروا لنا سلك الطاقه عن طريق الطاقه البديله الكهرباء وانشاك الجهاز. عرمل طبعا، ما فيش اي ارضيه، تمام. شرشف اللي هو شرشف حاطينه ستاره عازله لكشف للستات. خيمه من الخشب والنايلون، لا اعتقد للشمس ولا اعتقد البرد ولا الحراره ولا المطر. على الارض شغالين، اغراضنا حتى على الارض، ابسط الامكانيات، الادويه يعني ابسط الادويه، حتى دواء الكحه مثلا مش موجود،